السلام عليكم إخواني وأخواتي الكرام، مرحبا بكم في هذا الدرس الجديد. درسنا اليوم وهو تتمة للدرس السابق الذي تكلمنا فيه عن الماضي المركب أي past perfect. في هذا الدرس سنقوم بتتمة الدرس السابق ونضيف إليه كما تشاهدون في الشاشة الريجلميسيش دي ريجلميسيش und unregelmäßige Verben، أو أيضا سنضيف إليهم أيضا الأفعال. نستطيع أن نعطيها اسم المحايدة باللغة الألمانية تسمى gemischt Verben، gemischt وهي المختلطة، شيء يكون مختلط وهو gemischt. إذا في هذا الدرس إن شاء الله سنتطرق لجميع هذه النقط. أنصحكم بمشاهدة الفيديو إلى الآخر لتستفيدوا من جميع النقط. في أول شيء هنا سنتطرق إلى تذكير، كما تشاهدون في الشاشة تذكير. نعطي تذكير على الزمن الماضي، ماذا قلنا في الدرس السابق؟ زمن الماضي المركب في اللغة الألمانية يعتمد في صياغته على فعلان، واللذان هما فعل زاين وهابن، فعل يمتلك والفعل الآخر يكون، وهذان الفعلان يسمان بالفعلان الأفعال المساعدة. الأفعال المساعدة هنا ليست لها صيغة أنا أكون أو أنا لدي، هنا تسمى بالأفعال المساعدة. هنا كما تشاهدون في الشاشة صيغة طريقة صياغة زمن الماضي تكون على الشكل التالي: يكون لدينا ضمير في أي جملة، يكون فيها ضمير زائد فعل هابن أو زاين في الحاضر، نصرفه على يعتمد على البرونومن أي الضمير أنا أو أنت أو هو أو هي، يكون في الحاضر أي المضارع، ثم نضيف إليه يأتي بعده المفعول به. إذا كان لدينا بطبيعة الحال مفعول به يأتي المفعول به، ثم يأتي الفعل الرئيسي يكون في الماضي. الفعل الرئيسي هو إذا قلنا أكل أو شرب أو أي شيء يأتي دائما في آخر الجملة، كما تشاهدون في الشاشة فهو مكتوب يأتي في آخر الجملة. إذن هنا أعطيتكم تعريف قصير بالنسبة للأفعال في اللغة الألمانية. الأفعال في اللغة الألمانية تنقسم إلى ثلاث أقسام. القسم الأول وهي الأفعال القياسية، هنا نتكلم عن الريجلميسيج والأون ريجلميسيج أو جميشت فيرب، الأفعال القياسية أو غير القياسية أو الأفعال المختلطة أو المحايدة. إذا الأفعال القياسية وهي التي تحتفظ بأصلها عند تصريفها سواء في الماضي أو في الحاضر، هنا كتبت لكم فقط في الماضي لكن سواء في الماضي أو في الحاضر. بماذا تحتفظ هذه الأفعال؟ هذه الأفعال تحتفظ بالأحرف الأساسية للفعل، لأن الأفعال في اللغة الألمانية يكون دائما أو في أغلب الأفعال يكون حرف إي إن في الأخير. نحن لا نشاهد هذا الإي إن، لكن الأحرف التي تكون قبله هذه هي ما تسمى بأصل الفعل، أو نقول لها بشتام فوكال. شتام فوكال وهو الذي يبقى دائما في يكون دائما في الفعل. إذا النقطة الثانية إخواني وأخواتي وهي كما قلنا إخواني وأخواتي يبقى هذا الشتام فوكال، هذه الأحرف الأولى تبقى دائما كما هي. الأفعال الغير قياسية وهي التي يتغير أصلها، عندما أقول أصلها أنني أعني هذا الشتام فوكال، هذا ما هو باللغة العربية. وكما قلنا الفعل الأصلي يبقى كما هو، الأحرف تبقى كما هي لا تتغير. ستشاهدون بعد قليل الأمثلة وتفهمون ماذا أعني. كما قلنا الأفعال غير قياسية وهي التي
يتغير أصلها أو بعض الحروف. بعض الحروف أي تكون يكون بعض أحيان آ يصبح إي أو أ يصبح إي إلى آخره، وليس لها نفس الحرف في آخر الفعل، لأن الأفعال القياسية يكون لديها دائما حرف تي في الأخير. تي يكون في الحرف في الأخير عندما تصرفها في الماضي المركب البيرفكت. والأفعال غير قياسية يكون ليس لديها نفس الحرف بل لديها إي إن. عندما تلاحظون أن فعل مصرف في الماضي المركب في البيرفكت ولديه إي إن، هنا يجب عليكم أن تعرفوا أن هذا الفعل من الأفعال الغير قياسية الأون غيغل ميسج فيربن. وفي الأخير تأتينا الأفعال المختلطة، وهي التي يتغير أصلها، هذه الأفعال أيضا يتغير أصلها أيضا، أعني ماذا أعنيته في الأفعال السابقة، لكن لديها نفس آخر حرف في الفعل، لديها نفسه أيضا، وهو كما قلنا حرف تي، يكون حرف تي. مثال هنا، هنا زاغن، ماذا قلت لكم هنا؟ أصل الفعل، مثال هنا زاغن هي زاك، كما تلاحظون زاك، لأن إي إن تأتي دائما في آخر الفعل في اللغة الألمانية، تكون لدينا دائما إي إن في أغلب الأفعال، تقريبا 90% من الأفعال في اللغة الألمانية فيكون لديها إي إن في الأخير. كما هنا أيضا ماخن، ماخن، هنا كتبت لكم نقط قبله ونقط بعده، يمكن أن يأتي شيء قبله أو شيء بعده، لكن هذه في الماضي يأتي شيء قبله أو بعده، لكن في الحاضر يمكن أن أيضا أن يطرأ عليه تغيير. والأفعال التي يطرأ عليها تغيير في أحرفها فهذه تسمى بالأفعال الغير قياسية أو المختلطة. الأفعال القياسية لا يطرأ عليها أي تغيير ما عدا كما درسنا في الدروس السابقة، مثال إيش فعل ماخن يفعل، إيش ماخ، تو ماخس. نحن لا نعني الآن هذه الإي في الأخير أو إس تي، هذه فدائما مع جميع الأفعال تكون إي إس تي تي إي إن إلى آخره، نحن لا نعني هذه، بل أعني لكم هنا كما تشاهدون زاغ زاغ، الشيء الذي يأتي بعده هذا لا يهمنا. ماذا يهمنا؟ إذا طرأ تغيير على الفعل الرئيسي كما قلنا هذه الأحرف زاك أو ماخن، عندما تحذفون الإي والإن ثم يطرأ تغيير عن الأحرف على الأحرف المتبقية فهذا هنا فهو يسمى بفعل غير قياسي أو مختلط. ما الذي يحكم عليه هل هو غير قياسي أو مختلط؟ الغير قياسي تكون في الآخر في آخره في الماضي إي إن، والمختلط أو الجميش يكون فيه تي حرف تي. أما إذا كانت فيه تي ولم يطرأ عليه أي تغيير فهذا فعل قياسي. إذن هنا سنعطي بعض مثال الأفعال القياسية، مثال بعض الأفعال القياسية كما تشاهدون ماخن، فهنا باللون الأصفر ماخ، فقط ماخ بدون إي وإن. هنا كما تشاهدون إيش ماخ، بقى نفس الفعل لم يطرأ أي تغيير، فقط الإي التي تعطينا هل أنا أو الإس والتي، هو أنت، تي هو أو هي، إي إن فيا. إذن كما تشاهدون لم يطرأ أي تغيير. هنا في فعل لاخن وهو فعل يضحك أيضا لم يطرأ أي تغيير، لاحظتم معي لم يطرأ أي تغيير. إيش لاخ، تو لاخس، إي لاخ، في لاخن، إي لاخس، إي لاخ. كوخن أيضا، أعطيتكم هذه أربع أفعال حتى تشاهدوا ما شرحته في الأعلى، ما قلت لكم أن الفعل بدون كما تشاهدون هنا في الصورة بدون إي وإن، إي وإن فهي تعتبر
خارج عن الفعل، لأن ليس خارج عن الفعل، لأن في جميع الأفعال كما تلاحظون هنا إي وإن دائما في جميع الأفعال تكون هنا. أما بالنسبة لي الحروف الأربعة ف أو 3 حروف في زاغن فبقيت كما هي. الآن سنعطي الأفعال الريغلميزيك فيربن، والتي تعني الأفعال القياسية. هنا سأعطي لكم في البرفكت أي في الماضي المركب، هنا كما تلاحظون فعل ماخن، إيش هاب، إس، جيسان، جماخت. جماخت هنا هذا في الماضي. كما تلاحظون لدينا تي، كما قلت لكم إذا كانت لدينا تي في آخر الفعل إذا كان مصرف في الماضي وكانت فيه تي ولم يطرأ عليه أي تغيير فهذا يسمى فعل قياسي. هذا فعل قياسي. هنا في المثال الثاني كوخن وهو يطبخ. Du hast gut gekocht. أنت طهيت بطريقة جيدة. أيضا فيه تي في الأخير. لاخن وهو يضحك. Er hat voll gelacht. Voll gelacht. عندما نقول voll gelacht أي ضحك كثيرا أو ضحك جيدا أو بما شابه هذا. زاكن وهو يقول. Sie haben das gesagt. هما قالوا هذا. Erzählen وهو يحكي. Ihr habt mir das erzählt. حكوا لي هذا. أنتم حكيتم لي هذا. Senden وهو يبعث. Sie haben einen Brief gesendet. هذه الأفعال هي أفعال قياسية. وكيف نعرف أنها قياسية؟ أن لم يطرأ عليها أي تغيير. بعد هذا المثال سأعطي أمثلة أخرى في الأفعال غير قياسية وستلاحظون التغيير الذي سيطرأ على الأفعال، وبهذا ستفهمون هذه الأفعال بطريقة جيدة عندما تستطيعون أن تقارنها بالأفعال غير القياسية. كما تلاحظون هنا لديها التي في الأخير ولم يطرأ عليها أي تغيير. هنا لدينا الأفعال الغير قياسية. أعطيتكم أول شيء، أعطيتكم بعض الأفعال، 3 أفعال هنا. ذهن ينظر أو يرى، ليزن يقرأ، لاوفن يجري. هنا كما تشاهدون في الشاشة فالفعل في الأصل هو ذهن، إيش زيه، لم يطرأ أي تغيير، بل في دو زيست هنا كما تنظرون تشاهدون باللون الأحمر إي إي فتمت إضافة حرف إي هنا طرأ تغيير. هذا الفعل عندما يطرأ عليه تغيير فهو فعل غير قياسي أو فعل جمش أو فعل مختلط كما نسموها المختلطة. لماذا نسمي هذه الأفعال بالمختلطة؟ لأنها تأخذ شيئا من الأفعال القياسية وشيئا من الأفعال الغير قياسية. ما هو الشيء الذي تأخذ من الأفعال القياسية؟ وهو تي في الأخير. وماذا تأخذ من الأفعال غير قياسية؟ وهو الاختلاف، يطرأ عليها اختلاف عندما تتصرف. إذا كما شاهدتم معي هنا دو زيست، إر زيت، هنا طرأ تغيير فمباشرة نعلم أو نعرف أن هذا الفعل هو فعل غير قياسي أو مختلط، والذي يحكم بينه هو الأواخر. إذا كان إن كما قلنا، إذا كان إن في الأخير عندما يتصرف في الماضي، إذا كانت لديه إن فهو فعل غير قياسي، وإذا كانت لديه تي فهو فعل مختلط. إذا ليزن فعل يقرأ، أيضا إيش ليز، دو ليست هنا طرأ عليه أيضا تغيير وهو إضافة الإي. هذه الإي ليست لدينا لكن تمت إضافتها. وفي إير أيضا وزي. في غالب الأحيان يطرأ التغيير فقط في دو و زي اس. أنت وضمائر 3 هو هي أو هو لغير العاقل تطرأ في هذه 4 ضمائر، هي التي يطرأ فيها التغيير.
لاوفن وهو يجري، إيش لاوف؟ ليس هناك تغيير، لكن تو لايفز و إر زي إس لايفت. هنا طرأ أيضا تغيير، إذن هذا الفعل ليس بفعل قياسي، فهو بفعل غير قياسي أو فعل نستطيع أن نقول محايد، ليس بقياسي وليس بغير قياسي. هنا أعطيتكم مثال عن الأفعال الغير قياسية. هنا مثال فعل زينغن، زينغن وهو يغني، يغني. Ich habe ein schönes Lied gesungen. Ich habe ein schönes Lied gesungen. Das Lied وهو أغنية، أغنية هو das Lied. كما لاحظتم هنا فعل زينغن أعطانا في الماضي، فنقول Ich singe, du singst, er singt. لا في المضارع لا يطرأ عليه أي تغيير، لكن في الماضي يطرأ عليه تغيير. لهذا قلت لكم فمن الممكن أن يطرأ عليه في المضارع تغيير كما شاهدنا في الأفعال أعلاه، لكن يمكن أيضا أن يطرأ عليه تغيير فقط في الماضي. هنا Ich habe ein schönes Lied gesungen. لاحظوا معي هنا الفرق الذي طرأ عليه، هو بالأصفر، هو باللون الأصفر. كانت لدينا زينغ، هنا الفعل الأصلي كما تشاهدون هنا الفعل الأصلي زينغن، وزينغ هي شتام فوكال، هنا زينغ أصبحت زونغ، ونضيف الجي في الأول. في الأفعال غير قياسية نضيف دائما الجي في الأول، أيضا في الأفعال الأخرى فقط أضفنا الجي، لكن كانت لدينا التي في الأخير. هنا كما تشاهدون باللون الأحمر، وهنا لدينا إن، إن أي ماذا نسخ الاسم من هذا الشيء؟ وهو إذا كان لديكم في الماضي الحروف أ إي والإن، إي والإن في الأخير، فهذا فعل غير قياسي 100%. إذن فعل هيلفن وهو يساعد، تو هاس مير جهولفن. شاهدتم الفرق أو التغيير الذي طرأ على هذا الفعل. لدينا لوجن وهو يكذب، إر هات جلوجن. شاهدون الفرق الذي يطرأ على الأفعال. هذه الأفعال يجب أن تحفظ، لأن ليس هناك طريقة أن كيف أن تعرف فقط فعل واحد وتعرف الآخر. في الأفعال القياسية فهي سهلة، مثال كما قلنا lachen gelacht، lachen gelacht، sehen gesehen، تكون سهلة بعض الشيء مقارنة بالأفعال الغير قياسية. هنا waschen وهي يغسل، يغسل الملابس أو أي شيء. wir haben die Wäsche gewaschen، wir haben die Wäsche gewaschen. هنا لم يطرأ تغيير، لكن التغيير عند يطرأ في هذا الفعل التغيير. ستسألون هنا أنه لم يطرأ تغيير، لماذا هو فعل غير قياسي؟ لأنه في الماضي التام أو بريتيريتوم فيطرأ عليه تغيير. أيضا في المضارع لا يطرأ عليه تغيير. إيش فاش، دو فاش، إير فاش، وير فاشن، إير فاش، وزي باشن، لم يطرأ عليه تغيير. لكن في الماضي التام يطرأ عليه تغيير، وهو يصبح فوش، فوش، إيش فوش. هذا هو التغيير الذي يطرأ عليه. إذن عندما يطرأ عليه تغيير في أحد الأزمنة المضارع أو الماضي أو الماضي التام، فهذا يسمى بفعل غير قياسي. كومن، كومن أيضا نفس الشيء. كومن فنقول إيش كومن، دو كومس، إير كومس، وفي الماضي أيضا لم يطرأ عليه تغيير، لكن في الماضي التام في البريتيريتوم يطرأ عليه تغيير، ونقول إيش كام، إيش كام. هنا طرأ عليه تغيير، إذن فهذا فعل غير قياسي. وهنا أنت سيهن كما تشاهدون هنا حالة خاصة، سنتطرق إلى هذا الدرس، هذا الموضوع سنعطيه أيضا
ترسخص وهو الأفعال التي تقسم أو كما نسمى ب تسمى ب تخنبار والأون تخنبار فوزيلبن. هذه الأول إن أنتين أول إن تسمى ب فوزيلبن، هو البريفكس باللغة العربية ماذا نسميه؟ في اللغة العربية لا يوجد هذا الشيء، أظن أنه لا يوجد في اللغة العربية لأنه فقط في اللغة الفرنسية أيضا يوجد هذا، نقول بريفيكس، وفي اللغة الألمانية هو الفوزيلب، يكون في أول الكلام لكن عندما نصرف الفعل في الما في الحاضر فيكون دائما في آخر الكلام. مثال هنا أنسين، عندما أقوله في المضارع سأقول إيش تسيه أين همد أن، إيش تسيه أين همد أن. أنسين هي يلبس شيء ملابس، إيش تسيه أين همد أن. وفي الماضي نقول أنجتسوغن، يأتي هذه الجي والإي التي تكون دائما في أول الفعل في الماضي، هنا عندما يكون الفعل ينقسم إلى قسمان فتكون بين هذه الحرف الأول الذي ينقسم من الفعل وبين الفعل الرئيسي، لأنه يوجد أيضا فعل سيهن، فعل سيهن كما قلنا. هذه حالة خاصة وسنتطرق إليها في درس قادم إن شاء الله. هنا الجميشت فيربن، جميشت فيربن كما قلنا وهي المختلطة أو المحايدة. مثال أعطيتكم هنا ثلاث أمثلة، لأن هذه الجميشت فيربن هي سهلة، هي تقريبا نفس الأفعال الغير قياسية، لكن الاختلاف الوحيد الموجود بين هذه الأفعال وهو أواخر الحرف الأخير في الفعل عند تصريفه في الماضي، عند تصريفه عندما يكون في البرفكت تنظرون إلى آخر حرف فيه، إذا كان تي فهو جمشت، إذا كان إي إن فهو فعل غير قياسي أون غيغل ميسج. إذن أعطينا هنا مثال وهو دينكن، وهو دينكن وهو يفكر، إيش دينك أنا أفكر في الماضي التام، خذيتهم إيش تخت أنا فكرت إيش هاب كتخت، أيضا أنا فكرت فيسن يطرأ عليه تغيير أيضا في الحاضر كما تشاهدون، تكون لدينا E و SS تصبح لدينا A E و ETZ. Ich weiß, ich wusste, ich habe gewusst. Ich weiß, ich wusste, ich habe gewusst. ولدينا فعل haben أيضا الذي هو فعل يمتلك ويعطينا أيضا مساعد، فعل مساعد في الماضي. في الماضي نقول ich habe, ich hatte, ich hatte, ich habe gehabt. Ich hatte, ich habe gehabt. إذا كان هذا هو درسنا اليوم، درس هذا فهو تتمة لدرس الماضي التام، لأنه هذه تتمة للدرس السابق وهو الماضي المركب أو داس بيفكت. لماذا هي تتمة؟ هو في الحقيقة هذا درس جانبي، هذا درس خاص ريغلميسيك و اون ريغلميسيك فيربن، لكن هو لديه علاقة بالبيفكت لأننا نحتاجه في البيفكت، لهذا قررت أن أضع نفس العنوان ونفس رقم الدرس وأكتب عليه رقم 2 حتى تعلموا أنه تتم للدرس السابق. أرجو أن تستفيدوا من هذا الفيديو، وإلى فيديو قادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.